التلفزيون العربي. وصفت الأمم المتحدة مراراً وضع الأطفال في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة بالكارثي، بعد استشهاد آلاف الأطفال وآلاف النساء. من نجا من الموت ينتظره الجوع والأوبئة والأمراض نتيجة نقص الغذاء والماء والدواء. منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيراً قبل يومين بأن الظروف في غزة تخلق بيئة مثالية لانتشار أمراض وفيروسات مثل شلل الأطفال، ليؤكد ما قالته المنظمة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، الذي صرح أن كل عوامل تفشي فيروس شلل الأطفال متوفرة في شمال قطاع غزة، وهو ما ينذر بكارثة صحية خصوصاً مع انعدام التطعيمات لهذا الفيروس. مخاوف وزارة الصحة والمنظمات الدولية ارتفعت بعد التأكد من اختلاط الفيروس بالمياه الجوفية وتجمع هذه المياه وجريانها بين خيام النازحين على امتداد قطاع غزة نتيجة تدمير البنية التحتية، مما شكل خطراً يعرض آلاف السكان لكارثة الإصابة بهذا المرض، وهو ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تطعيم قواته العاملة في مناطق قطاع غزة ضد شلل الأطفال. وقال جيش الاحتلال في بيان له أنه اتخذ قرار التطعيم بعد أخذ عينات للفحص في مناطق متفرقة عثر فيها على أثار للفيروس فيروس شلل الأطفال، وزعم أنه يعمل أيضا مع المنظمات الدولية لإحضار اللقاحات لسكان القطاع، ولكن حتى الآن لم يدخل شيء. وتناشد وزارة الصحة في غزة من أجل إدخال التطعيمات. فيروس شلل الأطفال مشاهدين يصيب عادة الصغار دون السن الخامسة، غير أنه من الممكن أيضا أن يصيب أي شخص غير ملقح ضده بصرف النظر عن سنه. تظهر أعراض الفيروس في أكثر من شكل: الصداع، الغثيان، القيء، الاحتقان في الحلق، وقد تسبب شللا ارتخائيا دائما، وفي بعض الحالات شللا في الجهاز التنفسي. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر انتشار فيروس شلل الأطفال في القطاع؟ لنقرأ. الطبيب محمد أبو صالح كتب من غزة: نحن الآن أمام كارثة بشرية حقيقية، الخطر كبير جدا ولا أحد يتحدث عن هذا الموضوع. يجب أن يصل الموضوع لكل كوكب الأرض وأن يتدخل أحد قبل حدوث كارثة غير مسبوقة. شلل الأطفال ينتشر الآن بشكل هائل بسبب المياه الملوثة والأطعمة الفاسدة. غزة في خطر. أما الناشطة سندس النجار فكتبت: فرص تفشي فيروس مرض شلل الأطفال كلها متوفرة في ظل عدم وجود تطعيمات مع منظومة بيئية وصحية منهارة بغزة. أما الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة ويلكنسون فكتبت: لقد تعرض أهالي غزة للقصف والتشويه والذبح، الآن ينتشر شلل الأطفال، ما الذي سيتطلبه العالم للتحرك من أجل غزة؟ قنبلة نووية؟ أما المهندس غالد الحلالي فكتب: نناشد وزارة الصحة المصرية مد يد العون إلى أهالينا في غزة وتوفير تطعيمات شلل الأطفال بما للوزارة من خبرة طويلة في القضاء على هذا الفيروس في مصر. التلفزيون العربي.